طيب بحاول اشرح لكم اللعبه قد ما اقدر. هو تطبيق اسمه برا السالفه. شلون الطريقه؟ الجوال يحدد اسم موضوع، مثلا غتره، اوكي، بعدين يقول حط اسم شخص، مثلا اسمي، يعطوني الجوال اضغط على اسمي يقول لي انت جوا السالفه، الموضوع اسمه غتره، عط الجوال لشخص ثاني اعطيه مكتوب اسمه، يضغط على اسمه مكتوب انت برا السالفه، مثل انك تعرف شو السالفه، ولا يعطيه وش انه غتره ولا شيء زي كذا. وبعدين نبدا كل واحد يسال الثاني سؤال عشان نكتشف. بعد ما نخلص دوره كامله نقول اه لا هذا اجاباته خطا، شكله هو اللي برا السالفه. هو يفوز اذا كان تصويتنا خطا عليه، ويفوز وياخذ نقاط برضو اكثر لو عرف اساسا وش الموضوع من اسئلتنا.